تطور سيء في مسار الحرب، فاغتيال الموظف البارز في اللجنة الدولية للصليب الأحمر حنا لحود في محافظة تعز كشف عن مدى استعداد من يحاربون هذه المحافظة لإضافة أهداف حساسة كهذه على لائحة حربهم دون اكتراث. كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد اتخذت قرارا متقدما بنقل عملياتها إلى مدينة تعز بعد أن ظلت طيلة الفترة الماضية تعمل من خارجها، وهو إجراء قوبل بالارتياح من جانب السلطة المحلية لكونه يؤشر إلى توفر الظروف المواتية لعمل المنظمة الدولية في المناطق الخاضعة للحكومة. لكن القتلة ترصدوا لموظف الصليب الأحمر وأردوه قتيلا على نحو انعكس إصرارهم على منع هذه المدينة من استعادة عافيتها وحرمان سكانها من الدعم الإغاثي الذي يحتاجون إليه. مقتل موظف الصليب الأحمر الدولي أثار ردود أفعال دولية منددة بهذه الجريمة، فقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش مقتل حنا لحود، ونقل عنه المتحدث باسم ستيفان دوغاريك تأكيداته على ضرورة إلقاء القبض على المسؤولين عن مقتل حنا لحود ومحاكمتهم، وتشديده كذلك على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع في اليمن بحماية عمال الإغاثة. مقتل موظف الصليب الأحمر من المتوقع أن يبقى معزولاً، لكنه ترك أثراً مهماً على ما يبدو في مدينة تعز التي استفاقت صباح الاثنين على اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة على إثر إخماد الجيش محاولة من عناصر مسلحة اعترضت على قراره وقرار المحافظ إعادة الانتشار في وسط المدينة ومراكزها الحيوية. المنظمات الإغاثية لا تزال تظهر إصراراً على القيام بدورها في خضم الحرب، فقد زارت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليزا جراندي ميناء الحديدة بغرب البلاد الخاضع لسيطرة الميليشيا الإنقلابية. الزيارة تأتي وفقاً لما نقل عن المسؤولة الدولية للاطلاع عن قرب على إمكانية الميناء وطاقته الاستيعابية والإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة تشغيله والإجراءات المتبعة لتفتيش السفن القادمة إلى الميناء والخطوات التي يتم عبرها استقبال السفن.